الحقيقة مشاهدينا ان الانشطه الرياضيه في الجامعات المصريه والمعاهد شهدت تطور كبير جدا خلال السنه اللي فاتت وكمان كام سنه اللي مضوا. كان في تطور كبير جدا، التطور ده اترجم لبطولات دوليه ومسابقات نوعيه تفوق فيها طلاب الجامعات المصريه في عدد كبير جدا من الالعاب الجماعيه والفرديه. اخر هذه الالعاب بطوله السكواش اللي تم تنظيمها على مستوى الجامعات، وبطوله البولينج، وبطوله العاب القوى، ده غير طبعا البطولات الدوليه اللي فازت فيها منتخبات الجامعات المصريه. اعتقد في استراتيجيه واضحه وقويه من الدوله المصريه للاهتمام بملف الانشطه الرياضيه بالجامعات المصريه. خلينا نستعرضها مع بعض بالتفصيل مع ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، الدكتور عرفه سلامه، سكرتير عام للاتحاد الرياضي للجامعات. صباح الخير عليك يا دكتور. يا صباح الخير، اهلا، ازيك؟ اهلا بيك. احنا شايفين اختلاف وتوسع كبير حاصل في ملف نشاط رياضه الجامعات المصريه، لو عايزين نتكلم عنه بالتفصيل من فضلك. هو طبعا النشاط المصري الاتحاد المصري للجامعات في خطه بتوضع، وهذه الخطه بنسعى جميعا ان احنا نحققها بشكل مدروس وبشكل علمي، وفي نفس الوقت يعني ما بنختلفش ولكن بنطور وبنحدث. احنا الحمد لله الدوله المصريه دلوقتي امكانياتها بتؤهلها لتنفيذ واستضافه البطولات العالميه، وزي ما حضراتكم اشرتوا احنا في مصر بنقيم من خلال خطه الاتحاد مجموعه من الانشطه، ابرزها طبعا دوره الشهيد الرفاعي، لان هذه الدوره احنا بنعتبرها اللي هي العمود الفقري للنشاط داخل الجامعات المصريه، بما لها من كثافه في المشاركه سواء من الجامعات. يعني احنا تقريبا بيشارك معانا ما يقرب من حوالي 70 جامعه ما بين حكوميه وخاصه واهليه وتكنولوجيه. كمان الدوره بتضم مش اقل من حوالي 40 لعبه. يعني على سبيل المثال خلال الشهرين اللي فاتوا دول بس انتهينا الحمد لله من تنفيذ 14 لعبه فرديه، وبنجهز ان احنا نكمل بقيه الالعاب خلال اجازه نص السنه والفصل الدراسي الثاني. مصر زي ما قلت امكانياتها دلوقتي تؤهلها ان هي تنظم البطولات سواء العربيه او الافريقيه او الدوليه. مصر زي ما اشرتوا الحمد لله خلال السنه اللي فاتت استضافت بطوله العالم الاسكواش، والحمد لله جالنا من الاتحاد الدولي شكر على حسن التنظيم، وفي نفس الوقت على مستوى البطولة نفسها شبابنا وولادنا من الجامعات المصرية حققوا الحمد لله المراكز الأولى بني رجال ومراكز أولى سيدات، وأيضا في الفرق. احنا بإذن الله خلال الفترة اللي جاية كان في توجيه بأن يبقى في استضافة للدورة الإفريقية للجامعات بعد اعتذار الدوله المستضيفه ليها اللي هي سنه 24، وان شاء الله شغالين وبنعمل دراسه بحيث ان احنا ان شاء الله هنستضيف هذه الدوره على الاراضي. ده خبر جميل جدا دكتور عرفه، لكن عايز اسال حضرتك من 10 سنين مثلا كان ملف الانشطه الرياضيه داخل الجامعات المصريه مهمل للغايه وما كانش موجود على الخريطه بشكل كبير. عايز اعرف من حضرتك ازاي وصلنا لهذا الانجاز ودور الاتحاد الرياضي للجامعات في العمل ككشافة للموهوبين، لأن احنا عندنا مواهب رياضية مبدعة جدا في كافة الجامعات المصرية، في دور مهم جدا ازاي نكشف هذه المواهب وبنحقق من خلال هذا الكشف انجازات حقيقية زي ما حضرتك ذكرت. هقول لحضرتك يا محمد، يعني احنا ما بنشتغل بشكل مدروس، يعني بنضع خطة والخطة بيبقى ليها موازنتها وبتضم مجموعه من الافكار ومجموعه من الرياضات او الدورات بهدف ان احنا نحل طلبه الجامعات يمارسوا الرياضه داخل الجامعات المصريه بشكل منظم وشكل مرتب، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك كده اشرت
احنا بنشتغل، يعني احنا نفذنا ايفنت تحت مسمى دوري الابطال. دوري الابطال ده نظمناه او اشتغلنا عليه من خلال ثلاث نسخ. الدوري ده فلسفته ايه او الفكره بتاعته ايه؟ ان احنا التنافس ما بين الطلاب الجامعات يبدا من الصفوف او السنوات الدراسيه للجامعات، يعني داخل الكليات مش الجامعات كمنتخبات بس، كمان لا احنا بندخل داخل الجامعات نفسها. الجامعات فيها كام كليه؟ الكليه كان فيها سنه دراسيه، والسنه الدراسيه دي بيمارسوا او بيتنافسوا في اكتر من رياضه على مستوى الجامعات المصريه. فبص تلاقي ان داخل كليه التجاره جامعه القاهره مثلا اولى بتلاقي الثانيه، ثانيه بتلاقي الثالثه، في اكتر من رياضه. ده اتجاه. وبعد كده بنصعد الكليه اللي بتكسب على مستوى الجامعه بتمثل الجامعه. بعد كده بيبقى في دوري ما بين الجامعات وبعضها البعض في هذا الاتجاه. بالاضافه للكلام ده اللي حضرتك اشرت، احنا ما بنكتفيش بالممارسين بالفعل للرياضه، لا احنا عملنا كمان داخل دوري الابطال ده مراكز تعليم للرياضات نفسها. يعني عرفه بيحب الرياضه بس عايز يمارسها لكن ما يعرفهاش، فبيروح لمراكز التعليم دي داخل الجامعات المصريه وبناء عليها. يعني هي انشطه متكامله عشان ابني بطل بشكل حقيقي. يعني هي انا مش بس بيمارس الرياضه، لا ده انا فكره تصنيع بطل رياضي. انا هاجي مع حضرتك كمان في يعني مش رياضه بس، احنا رياضه وثقافه وصحه وكل الاتجاهات تقريبا شغالين عليها الحمد لله. الطالب الجامعي بيروح لمركز التعليم ده هيلاقي مدرب، هيلاقي مكان يتدرب فيه، هيلاقي امكانيات مصروف عليها عشان نقدر يعني نخلق الجو لعمليه التعليم نفسها. وبدات بالفعل داخل الجامعات المصريه اولاد كانوا اساسا ما بيمارسوش الرياضه من خلال مراكز التعليم دي بداوا يشاركوا في المنتخبات بتاع كلياتهم وفي جامعاتهم وبقوا ابطال من ابطال الرياضه الجامعيه. أكيد. احنا عندنا كمان في الاتحاد مركز دولي للعلوم الرياضه، هذا المركز يعني بالثقافه الرياضيه. فبنعمل ورش عمل، بنعمل ندوات، بنعمل دورات الهدف منها لنشر الثقافه الرياضيه داخل الجامعات المصريه من خلال بقى الجانب الاعلامي، من خلال الجانب الصحي، دورات لها علاقه ب الحاجات اللي هي متعلقه بالاسعافات، متعلقه بالتغذيه، الجانب الاداري ازاي يقدر يدير العمليه الرياضيه داخل الجامعات المصريه سواء كان موظف او طالب، الجانب التدريبي كمان دورات تدريبيه بنجيب محاضرين على اعلى مستوى عشان يقدروا يحسنوا من الجانب الثقافي لدى المشاركين في هذا المركز. طيب دكتور لما بنيجي نتكلم عن الاتحاد الرياضي للجامعات ازاي بيقوم بدور الكشافه عشان يدور على موهوبين في الجامعات المصريه؟ بيبقى فيه طلبه موهوبين ولكن محتاجين رعايه ومحتاجين حد ياخد باله انهم عندهم موهبه رياضيه ومحتاجين الدعم ده. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا السنه دي بنعمل حاجه كمان جديده تحت مسمى الندوة التعريفية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات. هذه الندوة احنا نفسنا كمجلس إدارة بنروح للجامعات نفسها وبنطلب من رؤساء الجامعات ان احنا عايزين نعمل ندوات داخل الجامعات، وهذه الندوات بنعرف بيها الطلاب ايه هو الاتحاد الرياضي للجامعات، ازاي نقدر ننفذ نشاط، ازاي نقدر نمارس الرياضة داخل الجامعات. مش شرط ان انا اكون بلعب في نادي او منتسب لاتحاد او هكذا. وبالتالي وعلى هامش هذه الندوات بنعمل مسابقة رياضية. المسابقة دي بيبقى ليها جوائز، فبتبص تلاقي في مشاركة من الطلاب والولاد نفسهم او البنات بيدخلوا الندوات دي يطلعوا منها عندهم خلفيه ازاي نقدر نعمل نمارس رياضه.
دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا عندنا على مستوى الجامعات المصرية كلها في قسم رعاية الشباب، وهذا القسم طبع. من ضمن الأخصائيين اللي فيه اللي هو الأخصائي الرياضي، ده الإيد بتاعنا داخل الجامعات المصرية، وده اللي بينفذ الشغل بتاعنا داخل الجامعات المصرية. فده الكشاف اللي حضرتك بتقولي عليه، اللي هو ممكن من خلاله، لأن احنا بنبقى أولا بنسعى إلى إن احنا نطوره إداريا، نطوره علميا داخل مركز العلوم اللي عندنا، وبالتالي بنوجهه ازاي يعمل عمليه الاكتشاف دي داخل الجامعات المصريه. ما يستناش ان الطالب يتوجه لرعايه الشباب ويقول لهم انا بمارس رياضه ما، شوفوا هنشترك مع بعض في مسابقات ازاي، لا هو اللي بيقوم بقى بتعريف الطلاب والوصول ليهم بشكل يعني في المحاضرات وفي الندوات وفي مختلف الاماكن في رواق الجامعه، علشان يقدر يقول لهم ان احنا عندنا انشطه تقدروا تمارسوها. بالضبط يا منى، وكمان اللي انا نوهت عليه اللي هي مراكز التعليم، هي ما بتبقاش في اماكن مغلقه، يعني احنا مثلا بنعمل اماكن مفتوحه، الاماكن دي بيتواجد فيها المدرب، بيتواجد فيها الاخصائي الرياضي، الطالب بيبقى طالع من محاضرته لاقي المكان نفسه، سواء بقى بني باسكت او سواء جهاز لكرة سرعة، سواء لترابيزة تنس طاولة. فبص تلاقي ان الطالب نفسه وهو ماشي شايف الحاجة قدامه، من خلالها بيتشجع، بيبدأ يروح للمكان وبيطلب من المدرب انا عايز اتعلم الرياضة دي، وبيدخل في برنامج التعليم نفسه، وهكذا. ده شيء عظيم جدا، طبعا كل التقدير والتحية لحضراتكم وكل القائمين على هذا المشروع الكبير جدا. احنا امام مشروع لصناعه ابطال حقيقيين في العاب مختلفه، زي ما شفنا الانجازات اللي اتحققت في لعبه الاسكواش، وزي ما حضرتك قلت كمان الطلبه دول والجامعات المصريه هيشاركوا في بطولات خارجيه دوليه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عرفه سلامه، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وصباح الخير على حضرتك.